في إطار مشروع الرياضة من أجل السلام، اختتمت بمدينة تعز منافسات الشطرنج للفتيات بمشاركة 80 فتاة من مديرية المظفر والقاهرة وصالة وفق النظام السويسري كسر التعادل. تفاصيل اختتام المنافسات في التقرير التالي. أقيم في محافظة تعز الحفل الختامي للمنافسات الشطرنج للفتيات بمشاركة 80 مشاركة من العديد من الفئات العمرية بحفل تكريم الفائزين المبرزين في البطولة التي اعتمدت على النظام السويسري كسر التعادل. يقام مشروع الرياضة من أجل السلام التي ينظمها منظمة طور المجتمع بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وبالتعاون مع مكتب الشباب والرياضة وممثلة باتحاد الشطرنج فرع تعز. حاليا أقيمت البطولة لخمس جولات بالنظام السويسري فيشر كسر تعادل. هذه البطولة أقيمت للفتيات، شاركنا فيها 80 فتاة، كان لدينا 20 متطوعة أيضا لاعبة شطرنج. فاليوم نحتفي جميعا بهؤلاء اللاعبات لاعبات الشطرنج، ويحتفي العالم أجمع باليوم العالمي للشطرنج الذي أقرته الأمم المتحدة بتاريخ 20 يوليو من كل عام. البطولة تقيمها منظمة طور مجتمعك بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ والتعاون مع مكتب الشباب والرياضة بتعز واتحاد الرياضة للشطرنج في إطار برنامج دعم التعايش السلمي في اليمن الممول من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي للتنمية BMZ. أولا هذه البطولة اللي بطولة الشطرنج والذي شارك فيها أكثر من 80 لاعبة في على مستوى مديرية صالة والقاهرة وطفر، هي بطولة لنشر السلام المجتمعي بين الشباب بين المجتمع التعزي نعتبره المجتمع اليمني، وإن شاء الله يكون هي رسالة سلام ومحبة لبقية الفئات المجتمعية في على مستوى الجمهورية. بمناسبة اليوم العالمي للشطرنج وفي مشروع الرياضة من أجل السلام، استمتع المشاركين والفائزين باللعبة وأوجدوا نجاح وتميز وتعارف. شاركت في بطولة الشطرنج للفتيات التي أقامتها منظمة طور مجتمعك وحصلت على المركز الأول. الشطرنج بالنسبة لي هو نقلة نوعية في حياتي الفكرية وأسلوبي ونهجي الحياتي الذي أتبعه. طبعا أنا فزت بالمركز الثاني في مسابقة الشطرنج، كانت المسابقة تهدف من أجل السلام. طبعا استفدت كثير واستمتعت أنا فزت بالمركز الثالث وأنا أحب لعبة الشطرنج. تختتم في محافظة تعز بمناسبة اليوم العالمي للشطرنج لعبة الفتيات التي بدأت منذ 7 أيام. نعايم خالد، قناة عدن الفضائية، تعز.